ولكن الاجتماع مهم. زوز نقاط اللي حكينا فيهم، الحديث على العشرية والحديث على البرنامج اللي باش يتعدى على ام سي اس انكيت اكسكلوزيف. نفس الاخطاء اللي يقوموا بها السلطات التونسية، الدولة التونسية تقوم بالخطا هذا عندها معناها دي السنوات، وقت تبدا حاجة معناها تشم تشتم رائحة النقد والانتقاد تستبق وتحاول تشويه مصداقية ولا المس مصداقية البرنامج اللي فينا المعمل نلو بيب تونس الكل نهار لحد لحديش مش تتفرج. ذكرني في أمت وقت بن علي وقت يتعديوك البرامج لعبد الكل تبدأ بس وتسكر الشبابك وكل شيء. إذا ذكر كي نحط المستقلة نسكر الشبابك. تحط المستقلة وتحط الراديو في الشبابك مش يسمعوا تخش عليك. والله عندي والخاتي يا رفيق، والله والله هو يسمع فينا وليد كل يوم يسمعنا وتو يسمع فيه. والله نهاري ذري تعديت في الجزيرة نحاني من الفيسبوك، والله نحاني نحاني من الفيسبوك. شو ولد خالتي حاتم ونفهموها ولد خالتي هو احنا بنعملوها اليوم مش وقت بن علي. عنده رؤية، رؤية عنده بعد نظر، عنده بعد نظر. اللهم صلي على النبي فاهم ولد خالتي مش باش يطلع عطاو على قريب العائلة دايرة بيه باش يعملوا لك دونك. لكن البرنامج راهو الفرنسيس ما عندهمش في اللوجيسيال نتاعهم. انا البارح مثلا تتفرج في حاجة على ماكرون يا ودي، كان جيت أنا ماكرون نمشي سكرها القناة التلفزية على المقاربة مع الفلاحة وبغديلا كيفاش معناها ذاك جوناتان كيفاش تم استقباله. حاجة ثالثة البرنامج راهو ما تعملش بالسرقة في تونس، راهو ماخو تراخيص وراهو فما ليلي فرق معناها عاونت على كومبانية فرق خونا نجيب يضرني دار بيهم ما عنديش فكرة الحق. وأخيرا استنيوا نتفرج في البرنامج هاي تصور التيتر ذاك بالعاني بيجيك في الاخر يعمل لك مستحيل يعمل لك كيما كيما كاميرا كشيف اكستكلوزيف بيقول لك مالغري سا لا تونيزي غاست دورة المتوسط تطلع درا كيفاش. حاجه في العشريه معناها كيما قلتوا انتم بالحق معناها شان داخلي داخلي، لكن ما يلزمش ينسى اللي تتصور انت الفرنسيس ما يعرفوش العشريه صار فيها، ما يعرفوش معناها السياسه العميقه في تونس. ليفوكي قدامهم ليفوكي تردوا معناها الشان تستبيح تستبيح معناها انت تقول له اني انا هاو الشان الداخلي نتاعي ريتو الشان الداخلي صحيت ايجا الداخل معايا في الشان الداخلي هاو في بالك هاو في بالك كيفاش كيما انت مثلا مراه جارتها كي تخرج الصباح تبدا تشكي برجلها راجلي عمل لي راجلي قال لي ولادي راهم مش متربين تصور معناها تولي تدخل. واضح نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد لحظات خاطر ليه فما معطى مهم هو كي يتوجه اللي موجودين جزء كبير اليوم من المعارضة موجودين في فرنسا وهو بطريقة أو بأخرى وكأنه رسالة يبعث فيها للسلطات الفرنسية راهم اللي متسببين في العشرية السعودية راهم موجودين بحذيكم غاديك معناتها راهم موجودين في فرنسا فهمت راهو ديما تصير وكأنه نحبوا نطلبوا من السلطات الفرنسية وكأنه راهم هذوما ما عندهمش مكان بيناتكم معناتها وكا. واش تطلبونا على 31 328 328